الهدف لا يعوض، لأن الهدف لا يعوض على الإطلاق. وبالتالي كل ما مر الوقت، كل ما شاهدنا هناك حالة من الحذر، حالة من الحذر خلال الدقائق القادمة. فلومينيسي هذه خطيرة، مرعوبة. الله 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 الله، هيا أيها المجنون، هيا أيها المجنون، زدني جنونا، هيا أيها المجنون، زدني جنونا. يا الله، جون كينيدي، جون كينيدي يصدر مرسوم الكروي، جون كينيدي يأتي بمرسومه الكروي، مرسوم الكروي بأن البطولة تبقى هنا في البرازيل، موطنها البرازيل، مكانها البرازيل، نشأتها الماراكانا. قرار هنا صادر بأمر يوقع جون كينيدي الذي يسجل على ضربة المباراة الثانية لفلومينينسي. يا الله، من أجل هكذا عشقنا كرة القدم، من أجل هكذا عشقنا كرة القدم يا سادة. جون كينيدي الذي رمى نفسه، مارسيلو يبكي، البرازيل تبكي، الأرجنتين تبكي، كرة القدم تغلي في مباراة هنا مجنونة. يا الله، أصابه بسهمهم، أصابهم بسهمه، لكن أخشى من الإلغاء. أنا أكثر خشية من جماهير فلومينينسي من إلغاء الهدف الماضي. لكن هنا الأخبار ستأتيكم مني ومن لساني. الكرة الملعوبة الماضية سليمة، هنا سليمة بالرأس، ضربة بالهدف، وضربة الهدف ضربة المجنون. زدني جنونا يا أيها المجنون، يا جون كينيدي. أوه، حمراء حمراء، فلتكن حمراء ولتكن خضراء ولتكن وردية ولتكن صفراء، طالما فلومينينسي سيحتفظ باللقب. يا جون كينيدي اللاعب الذي يسجل هدفا أسطوريا هنا في المباراة النهائية، لكنه سيخرج مطرودا بعد أن الله، يا الله، أيا سارقا قلبي وأمجادي وتاريخي، يسجل جون كينيدي بأمر ضعيف أمام هكذا كرات تسجل لفلومينينسي، بكرة يشوبها الكثير من السحر. رمى نفسه بينهم لأنه أصدر المرسوم الرياضي، مرسوما رياضيا بقلمي.